أنا حضر اليوم ورشة مع الائتلاف، ورشة كانت كتير يعني كتير انتظرنا لحتى صار هيك جهد بين الائتلاف والمنظمات المجتمع المدني. نحن كان في تقسيم للقطاعات العمل الموجودة، في أنا كنت موجود بقطاع الحوكمة اللي هو يعني من ضمن اختصاصي. في توصيات ومقترحات خرجت من الطاولة، طاولة الحوكمة للائتلاف وللحكومة، بنتمنى تكون هي مخرجات إيجابية من ضمن تفعيل دور حقيقي للائتلاف والحكومة المؤقتة والمؤسسات الموجودة للمعارضة بالداخل السوري، ليكون في حوكمة حقيقية وبناء بيئة إدارية سليمة لحتى المجتمع المدني الموجود في المناطق المحررة اليوم يشعر بدور الحقيقي للحكومة وللائتلاف ولكل الفعاليات الموجودة، ويصير في تشارك بين المجتمع المدني ومؤسسات المعارضة لحتى نطلع من هاي الأزمة اللي نحن موجودين فيها اليوم.